معلم البال الرايك لاصحابه جت لك ضجة ورد مرحوم جدا مين يا جدع انت؟ وايه الدخله الشمال اللي انت داخلها عليا دي؟ وبعدين تيجي تسال عليا وانا فصوان ودلوقتي داخل وملجح شرك تحتي؟ مش يمكن جاي يخطب لك اخت صاحبك اللي انت عبطته بردع وركبت عليه؟ انت بتقول ايه؟ انت مجنون؟ لابسين توب الفضيله وانتم ملقصوله والعينه؟ لا يا بطاقة كده اللي انت مطلعه ده؟ اوعى تفتكر ان عيلتك احسن من اللي خلفوني. الصنف الواطي ما يولدش غير واطي. اما انتوا هتفضلوا طول عمركم تراب واحنا اسيادكم. ايه اللي بتعمله ده يا محروق؟ مكلوع من حضن كلب وجاي على سيادك ترفع سلاح؟ الدلدول ولدك عمل العيبه بحقنا وتعدى على حرمة بيتنا. الجحش افتكر نفسه حصان جانا سامك. السلاح يا ولدي عايز تلبس البيوت بتطير ويسد دوائرها. اعجل كل شيء بالهداوة ممكن يتحل. بعد السلاح يا ولدي بعد السلاح اتحدد بالهداوة. مش قبل ما اصفي العرق النجس بقتل ولدك. ولدي ولدي الحرم الحرم حتوم حتوم عيش عنك. اسمك يا ولدي اسمك يا ولدي هبت مياد تدمغك دي ايه مصدية؟ طول عمري بحادي عليك تقوم تهد المعبد. عاوزني اشوف التلس ابن الكلب دي بينجس عتب بيوتنا واسكت. لا تشحط وتمحط وتربس بعياره قدام بيته وتجيبها سد دواير. المنزلوية هيتربصوا بالطار. ابو هشيم وصل ابيع. ابو هشيمة عايزك تخفي ادريس وتخلي بالك مني لحد ما نشوف المصيبة دي هتوصل لفين. اوامر جنبك. هناخده ونطلع بيه الجبل. جن الازرق مش عارف له مكان بس لازم نعوده على الجبل دلوك. لا تكون هناك دوريه من الحكومه وتحصل تشبيكه تبقى طبلت. يلا يلا يا يلا معتوق مع ادريس ما تسيبوش صباح. يلا هم 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 ابنك يا جي انجب توعيلتك ودم يطفر قصاد دم. اي طلقة تخرج من بندقية حد فيكم قيامة وقامت. لو عاوز تكمل كمل بس ما هتلاقيش راجل واقف على رجليه. واللي مش هيجربل مطرحه هيجربل قبل ما يطلع من درعة الحاضر. ورجالة العمامة اللي مستنية برا أكتر بكثير من الرجال اللي ورايا. إيه قولك؟ يا عمد البلاد ده دوركم في البلد؟ اللي أنا شايفه ده حرب ودم؟ اللي بدأ الحرب فرماوي الحداد وولده. الحرب لسه ما انتهتش. ولو أنا مات مش هيبقى في عمامرة يا فرماوي الحداد. لو عندك اتهام للعمدة أو ابنه يبقى في محضر رسمي. وإحنا دورنا تدوير الحقيقة مش قبل ما يرجع ولده اللي هربه.